أن ترعى أرضا فلاحية وشروط خدمتها قائمة فهذا أمر ممكن، لكن أن تخدم أرضا في منطقة تعرف شحا في المياه فقد رفعت تحديا. الأرض دي أنا نقولك يجيب كل شيء، تعطيه الخير، تعطيه من طماطيش من زرودي من اللفت من البيطراف. تشطح المنطقة بتربية الإبل مع الفلاح التحدي برنامج ارشادي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مع هذا العدد الأول مع برنامج الإرشادي مع الفلاح نرفع التحدي، أردنا أن نتكلم عن البيوت البلاستيكية أو البيوت المحمية. أول شيء لازم تعريف البيوت المحمية. إذا ما أردنا أن نتعرف أو نعرف البيوت المحمية، قد تكون هياكلها من خشب أو ألمنيوم أو حديد مجلفاً وتغطى ببلاستيك، كما يتوقف نوع الغطاء على نوع الهيكل. في الهياكل الخشبية لا تستخدم إلا حيث يتوفر الخشب وبأسعار منخفضة ويغطى بأي نوع من البلاستيك، ويستعمل هيكل الألمنيوم في الغالب مع الأغطية المصنوعة من الليف الزجاجي المدعوم بالبلاستيك. وأما هياكل الأنابيب المجفنة فإنها تستخدم في العادة إلا مع الأغطية البلاستيكية، وهذا لأنه يسهل تشكيلها مع شرائح البوليثينين أو البلوفونايل كلورايد. الزراعة المحمية، نعرف الزراعة المحمية وهي المحاصيل التي تزرع في منشآت خاصة تسمى بالبيوت المحمية، سواء كانت زجاجية أو بلاستيكية أو أنفاق، تسمى أحيانا بالصوب. ويمكن التحكم في الظروف الجوية الغير مناسبة، مما يؤدي إلى إنتاج مبكر وفي موسم غير موسمه، وهذا هو يعني الهدف تقريب من هذه الزراعة. الأهمية الاقتصادية، فبالرغم من أن تكاليف الزراعة المحمية عالية التكاليف، إلا أنها تحقق إنتاج كبير كما ونوعا، وهذا يعود بالربح الوافر على الفلاح، كما يختلف الربح والإنتاج على حسب صغر وكبر المشروع، يعني حجم المشروع والمساحة للبيوت المحمية، بحيث كلما زادت المساحة تقل التكاليف وبذلك يزيد الربح. وكذلك بالنسبة لحجم البيوت المستعملة وأنواعها وأنواع الأغطية، وكذا نسبة درجة التحكم في الظروف المناخية. والمحاصيل والأصناف المزرعة وموسم الإنتاج الذي يعتبر أهم عامل مؤثر في مقدار الربح، بحيث كل ما كان مبكر الإنتاج مبكر كلما كان الربح والعائد أكبر، وهذا طبعا لزيادة الطلب بالسوق، وهذا مما يؤدي لاكتفاء الذاتي ومن ثم تقليل الاستيراد وقد يصل إلى التصدير للأسواق الخارجية. مزايا البيوت المحمية، أولا زيادة كبيرة في الإنتاج، كذلك تضاعف مساحة الإنتاج يعني عدة مرات إذا ما قارناها بنفس المساحة في الزراعة المكشوفة، كذلك استغلال التوسيع الرأسي، كون التوسيع الرأسي اقتصاد في المساحة، مساحة صغيرة والمقليل ننتج به منتوج كبير، وإنتاج مبكر في غير موسمه بحيث يباع المحصول بأسعار عالية على تلك التي تكون في موسمها، هذا لقلة المنافسة. أما لما تكلمنا على عيوب البيوت المحمية، أول شيء ما نشوفه زيادة التكاليف. زيادة التكاليف الزراعات المحمية يعني تتطلب رأس مال كبير،
راس مال كبير ومنه الثابت مثل مثلا الهيكل وخالد المتغير، انه المتغير كالاغطيه والاسلاك وغيرها من مصاريف الخدمه والصيانه والتحويل. ولكن الربح والعائد الكبير الذي معناها يحصله الفلاح يغطي هذه التكاليف. كذلك انتشار الامراض من عيوب هذه الزراعه. انواع واشكال البيوت المحميه، تتعدد الاشكال والانواع في البيوت المحميه، وهذا على حسب الهياكل والاصل في صناعتها. فهناك من تتوفر على اجهزه التحكم في الرطوبه والحراره واجهزه للتدفئه، كما ان هناك اشكال للبيوت مجمعه واخرى مفرده. فمنها النصف الاسطواني، وهذا هو الاكثر انتشار وهو الذي لدينا بالمنطقه. وهناك اشكال اخرى منها النصف كروي، نصف كروي والشكل الجملوني. وفي البيوت وفي السنوات الاخيره يعني ظهرت اشكال جديده يعني اكثر تطور مما يعرف بالمتعدده القمم او المتشقل، هذه التي تكون على مساحات يعني واسعه، من يعني نقدر نوجد فيها ربع هكتار حتى الى هكتارات عديده يعني مغلقه. الزراعه المحميه والبيوت البلاستيكيه بالولايه، ولايه تندوف. لقد عرفت البيوت البلاستيكيه بالولايه تندوف، بولايه تندوف، تطور ملحوظ وزياده في المساحات بدايه من سنه 2000 عبر الصندوق الوطني للتنميه الفلاحيه، حيث استفاد فلاحين من 76 بيت بلاستيكي. ثم برنامج الخاص بتنميه الجنوب استفاد الفلاحين من 200 بيت. كذلك PSS، هذا برنامج خاص بالجنوب، والبرنامج الوطني للتنميه الفلاحيه PNDA، هذا استفاد الفلاحين من 108 بيت بلاستيكي. يعني في المجموع تندوف حوالي 384 بيت. ولكن نظرا لملائمة هذا النوع من الزراعات بالمنطقة وكذلك مشكل شح المياه يعني بجل المحيطات والجفاف يعني في السنوات الأخيرة، مع الخبرة التي اكتسبها الفلاحين من إرشادات وزيارات للتقنيين من مصالح الفلاحة والمعاهد المختصة، يعني عرفت هذه الزراعة هذه الأخيرة زيادة ملحوظة في الميدان، حيث يعني أصبح الفلاح يقتني هذه البيوت بنفسه، وهي الآن يعني تفوق 400 بيت في الميدان، وخاصة بمحيط واد مهيع عرف يعني توسع في هذه الزراعة. الزراعة الغالبة يعني في البيوت البلاستيكية خاصة بمنطقة تندوف، من أهم الخضروات التي تزرع داخل البيوت البلاستيكية الطماطم، وتأتي في الدرجة الأولى محصول الطماطم يعني أكثر من 80%، ثم تليها زراعة الفلفل بنوعه حلو والحار، ثم الخيار والخس، محصول اللوبيا والباذنجان والكوسة والدلع والبطيخ. فالغراسة للمشاتل، الناس تعرف مشاتل مثل الطماطم والفلفل، يعني هذه تبدا من اواخر في اول اكتوبر، وهذا نظرا لتاخر الحراره بالمنطقه، والغراسه تبدا في نوفمبر. اما الانتاج يبدا في شهر جانفي ويمتد حتى شهر جوان، يعني هذا في الحالات العاديه. وقد يعني بلغ انتاج محصول طماطم على سبيل المثال الحصر يعني للبيت الواحد حوالي 4 طن، وهذا مع نوعية جيدة. لهذا نكتفي في هذه الحلقة، وفي حلقة أخرى إن شاء الله نتكلم على محصول الطماطم باعتباره أنه المحصول الغالب في البيوت المحمية كما ذكرنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.